السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في هذه الظروف الراهنة ومع الجائحة للكورونا، ما هي الوسائل الوقائية التي تساعد الصائم على الحفاظ على صحته ولا تقلل مناعته بسبب الصيام، خصوصا بعض الدول الأوروبية اللي عندها ساعات الصيام طويلة جدا؟ فالناس يبحثون ويتساءلون عن خطورة هذه الجائحة وتأثيرها على صحة الصائمين، يشعرون بخوف وقلق. طبيعي أن الإنسان يخاف على صحته ويخاف على بدنه، وقد ثبت علميا أن الصيام هو من الأشياء لكي تجعل الصحة أفضل بكثير. الصيام ثبت طبيا أنه يحمي من الأمراض ومن الأسقام. الصيام يساعد على تشديد خلايا الجهاز المناعي. عندنا كلنا جهاز مناعي، اللي عنده جهاز مناعي قوي ما يخاف من كورونا. كورونا كتستهدف الناس اللي عندهم جهاز مناعي ضعيف، وخصوصا كبار السن. وحتى كبار السن كان اللي عنده 70-80-90 سنة ويتمتع بجهاز مناعي قوي، هذا ما ضر كورونا. وتبين بأن بعض الناس أصيبوا ولكنهم سرعان ما تعافوا، بسرعة تمكنوا من أن يحصلوا على صحة وعافية جيدة وتعافوا من أثر المرض. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أنهم يتمتعون بجهاز مناعي، والصيام هو يقوي جهاز المناعة وينشطه ويقلل الفرص ديال الإصابة بأمراض فيروسية سواء كورونا أو غيرها، لأن الصيام عنده واحد القوة تكافح الأمراض. وصدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، لأن العطش والجوع يؤدي إلى التخلص من السموم المتراكمة في الجسد. البشر طول العام هو كياكل وكيشرب وكيتوسع في الطعام والشراب، كياخذ راحته، ولكن الذي لا يدري وهو أن هناك سموم يتم تخزينها في الجسد، وسببها الأغذية الغير صحية. فإذا جاء رمضان فإن الجسم يتحلل من كل هذه السموم، يتخلص منها، وبالتالي يشعر بالصحة وعافية جيدة. لهذا نطمئن الجميع بأن الصيام في زمن الكورونا هو شيء عادي جدا، بل هو مقوي لنا، مقوي ومدافع. الجسم يدافع عن نفسه ببركة الصيام، إلا بعض الحالات المرضية، ناس لهم عندهم ظروف صحية خاصة ولا يسمح لهم بالصيام، فهذا مجرد أنه كنستشعر الطبيب دياله. تعرفين عندنا المريض عموما، وعندنا الشيخ الكبير والمسنين وغيرهم من اللي عندهم أمراض عضوية أنهم لا يصومون، فهذا حكمه في الشريعة الإسلامية أنهم إما يقضون وإما يفدون. القضاء هو بعد أن ينتهي رمضان، يؤدي الأيام اللي افطر فيها، والفدية هي أنه يطعم عن كل يوم مسكين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.